رمضان بالنسبة لك إيه؟ وأول يوم من رمضان لازم تاكل إيه؟ أول يوم رمضان، لا أنا بص يعني أنا على السفرة مقدس طبق الشوربة. أنا بفطر ثلاث تمرات وربع كوباية لبن، أقوم أصلي المغرب واستنى شوية كده ربع ساعة نص ساعة، أقعد أفطر الشوربة وحاجة خفيفة من على السفر، ثم بعدها بساعتين ثلاثة أكل بقى إيه نفسي فيه من على السفر، أكل عشان ما تخنش. وفي السحور أي نص رغيف مع أي حاجة من اللي موجودة، فول، جبنة، بيضاية، أي حاجة، دي طقوسي البسيطة جدا. طبعا بأكل في يومين في الأسبوع بلح سوري كنافة وقطايف. ليه تقول يومين في الأسبوع؟ عشان ما تخنش، لأن كل يوم هاكل دي مصيبة سودة. فدي طقوسي. وأول يوم رمضان كلنا العيلة بنتلم فيها مع بعض في بيت أمي وإخواتي وكده. مقالب برامج ايه رايك فيها؟ وكل بيسال سبب عدم ظهوركم انت وشريف سلام، يعني كتير ما بتظهروش مقالب برامج مقالب عموما. بص انا لو عارفه راحه وعارفه ان برنامج مقلب مش هعمله، لكن لو تم خداعي وتورط هضطر اكمله عشان ما بوظلهمش شغلهم. يعني دي حكايه ببساطه، يعني بخاف ابقى يبقى شكلي وحش. انت متفرجه طيب حضرتك بتتابعي برامج المقالب عموما ولا في برامج مقالب شيك ولطيفه؟ اوافق عليها، انما البرامج اللي بتبين ان الفنان تافه لا ارفضها. مستنيه في رمضان او ايه اللي شدك انك تتابعيه في رمضان؟ والله انا لا مش مذاكره ايه اللي هينزل في رمضان والله، بس هتابع العمل الكويس هيفرض نفسه. تقولي لجمهورك اخيرا؟ اقول لجمهوري وحشتني وانا رجعت بالاصلي، وان شاء الله ما يبقاش في وقفات اخرى، وادعوا لي ابقى معاكم دايما. شكرا جدا. شكرا، ميرسي قوي. لمتابعه الاخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com.